السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موقع اسمه بلوكلي جيمز، موقع ألعاب لكنه مميز وفيه فوائد كتير جدا للأطفال. طيب خلينا ناخد أول خطوة، بازل. طيب البازل هنا بقى ميزته في إيه؟ إن هو محتاج تركيز شوية. فمثلا هتقول مثلا عندي مثلا الصورة بتاعة البطة تحطها هنا، عندها كام رجل والتريلز بتاعتها قد إيه، فتبدأ بقى تقول مثلا أهي في الدق، تمام، وتقول له مثلا عندها كام رجلين، وهنا مثلا تبدأ بقى تحط التيلز، تبدأ تحط الخصائص بتاعتها. طيب مثلا عندي ايه النحلة عندها كام؟ 6. ومثلا الهاني وهكذا، بتبدأ تحط كل واحدة الخصائص بتاعتها في قلب المربع ده. المربع ده بنستخدمه في البرمجة في حاجات كتيرة جدا زي لغة السكراتش، ولما تخلص تقول له تشيك انسر وتدخل بقى على اللعبة اللي بعدها.